أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبهذه المناسبة نتقدم بأحق التعازي إلى مقام مولانا صاحب العصر والزمان، وإلى الأمة الإسلامية أجمع، وإلى المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. عظم الله أجورنا وأجوركم. اليوم نتحدث عن موضوع، هذا الموضوع يتكرر في كل عام وتتكرر حوله الاستفهامات، وبسبب الأحداث التي تحدث، بسبب بعض التقارير التي نتلقاها من الوكالات العالمية، لابد أن نتطرق إلى هذا الموضوع، وهو موضوع الأحداث الكونية، الأحداث المناخية، سميها ما شئت، الزلازل، الفيضانات، البراكين، الخسوف وغيرها، وطبيعة ارتباط هذه الأحداث، هذه الحوادث بالوضع الكوني، بالنظام الكواكب، نظام النجوم، هل له ارتباط وعلاقته بعلامات الظهور ومقاربته مع النصوص الشريفة؟ هل الأحداث الكونية الواردة في علامات الظهور هي حرفية أم رمزية؟ بمعنى، هل سنشهد فعلا اقتراب نجم المذنب، نجم الآيات؟ هل سنرى طلوع الشمس من مغربها؟ هل سنشهد بروز يد وصدر ووجه على الشمس والقمر؟ هل سنرى كف مدلات؟ هل سنشهد تغييرا كونيا؟ هل ستتغير أنظمة النجوم والنظام الزمني؟ ما هي مقتضيات هذه الأحداث؟ هل هي مفتاح لنشأة كونية جديدة تبدأ بدولة الإمام عليه السلام وبنظام الرجعة؟ ما هي علاقة هذه الأحداث بقضية استدارة الفلك؟ وما هي ارتباطها باختلاف الشيعة؟ ما المقصود بهذا الاختلاف؟ ما هو ظرفه؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سنتحدث عنها تفصيلا، مع أننا تحدثنا عنها في حلقات سابقة، لكن من باب مناسبة الحكم والموضوع وما تشهده الأحداث هذه الأيام من متغيرات وتحولات كونية ومناخية يستلزم منا الإفاضة في هذه الأمور. من الضروري أن نفهم أن الأصل في كل نص، أن الأصل في كل خبر أو قضية خبرية هو الاعتماد على حرفيتها، يعني الاعتماد على التبادل الذهني، التبادل الذهني للمعاني الحقيقية لهذه القضية أو هذا الخبر هو الذي يعتمد أساسا في البداية، إلا إذا كانت ثمت قرائن، ثمت أدلة خارجية متصلة منفصلة تدل على الرمزية، تدل على المجاز. في المقام يبدو من الروايات أن كثير من هذه المعاني، من هذه الأخبار، هي حرفية حقيقية ونسبة الرمزية قليلة جدا، أو أنها ربما تقبل القراءتين، القراءة الحقيقية والقراءة الرمزية، بمعنى في عين أن الإمام عليه السلام، الإمام الصادق أو الإمام الباقر، يريد من الشمس مثلا، يريد من الشمس التي تطلع من المغرب هو معنى رمزي يشير إلى الإمام المهدي عليه السلام، كذلك أن مسألة خروج الشمس من مغربها ستكون حدث كوني يدل ويشير إلى قرب الظهور بناء على قاعدة استدارة الفلك. ما هو ارتباط هذه الأحداث باختلاف الشيعة؟ وأي اختلاف هو المقصود؟ نحن شهدنا اختلافات الشيعة في العصر الحديث حتى وصل إلى التقاتل، كما في مسألة المستبدة والمشروطة قبل 100 عام في إيران مثلا، حدثت مثل هذه الفتن، حدثت مثل هذه المواجهات، مثل هذه الاختلافات، مثل هذا الاقتتال، كما حدث قبل 40 سنة مثلا بين أمل وحزب الله في لبنان، حركة شيعية أيضا قبل 40 عام حدثت هذه الاختلافات ووصلت إلى حد الاقتتال.
فهل بدأت استدارة الفلك من ذلك الوقت أم أن هناك اختلاف خاص له مقتضيات، له شروط، له جغرافيته الخاصة وهو المعني باستدارة الفلك؟ لا بد أن نعلم أن نظام الأحداث والعلاقات والارتباطات القانونية للعلوم الطبيعية قام على ماذا؟ قام على نظام الدورة أو الدائرة، ولكل دائرة محور قطبي وأطراف. أي خلل يحدث في الأطراف قد يؤثر في مجريات السنن، لكنه لا يؤثر على أصل النظام القائم على المحور. لكن حينما يحدث هذا الخلل في المحور القطبي للدائرة، فهذا سيؤثر على كل النظام ويغير من قوانينه ويغير من حركته. الكوفة والعراق هي محور التشيع وقطب الدائرة، ودائما حينما يتحدث الأئمة عليهم السلام عن الشيعة أو مصير الشيعة، فمنظورهم المركزي هو العراق والكوفة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام عن الكوفة: هذه مدينتنا ومحلنا ومقر شيعتنا. ويقول الإمام الصادق عليه السلام: وأهل الكوفة أوتادنا، وأهل هذا السواد منا ونحن منهم. ويقول أيضا حينما يسأل شيعته من العراق: ممن أنتم؟ قلنا: من أهل الكوفة. قال: ما من البلدان أكثر محبا لنا من أهل الكوفة، لا سيما هذه العصابة. إن الله هداكم لأمر جهله الناس فأحببتمونا وأبغضنا الناس وبايعتمونا وخالفنا الناس وصدقتمونا وكذبنا الناس، فأحياكم الله محيانا وأماتكم مماتنا. أيضا حديث الإمام الرضا عليه السلام: يا أهل الكوفة، لقد أعطيتم خيرا كثيرا، وإنكم لمن امتحن الله قلبه للإيمان مستذلون مقهورون ممتحنون، يصب عليكم البلاء صبا ثم يكشفه كاشف الكرب العظيم. وأيضا عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الله عرض ولايتنا على أهل الأمصار فلم يقبلها إلا أهل الكوفة. وأيضا عن أبي بصير عن أبي عبد الله: إن ولايتنا عرضت على السماوات والأرض والجبال والأمصار، ما قبلها قبول أهل الكوفة. وعن أنس بن مالك قال: كنت ذات يوم جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله، وإذ دخل عليه علي بن أبي طالب عليه السلام، فقال صلى الله عليه وآله: إلي يا أبا الحسن. ثم اعتنقه وقبل ما بين عينيه وقال: يا علي، إن الله عز اسمه عرض ولايتك على السماوات فسبقت إليها السماء السابعة فزينها بالعرش، ثم سبقت إليها السماء الرابعة فزينها بالبيت المعمور، ثم سبقت إليها السماء الدنيا فزينها بالكواكب، ثم عرضها على الأراضين فسبقت إليها مكة فزينها بالكعبة، ثم سبقت إليها المدينة فزينها بي، ثم سبقت إليها الكوفة فزينها بك، ثم سبق إليها قم فزينها بالعرب، وفتح إليه بابا من أبواب الجنة. إذن الاختلاف الذي يكون مقتضي لاستدارة الفلك هو الذي يقع في المركز، وهو اختلاف شيعة العراق. جمع هؤلاء شيعة العراق العلم بالحق الذي هو ولاية علي عليه السلام، وفرقتهم الأهواء. يقول تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فنجد أن الله تعالى قرن فساد السماوات والأرض، أي استدارة النظام الكوني، باتباع أهل الحق للأهواء والاختلاف بينهم، كما جاء ذلك في تفسير الإمام لاستدارة الفلك أنه اختلاف الشيعة، وهو ما ورد عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال: ذكر عند أبي عبد الله عليه السلام القائم فقال: أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال: مات أو هلك في أي واد سلك؟ فقلت: وما استدارة الفلك؟ فقال عليه السلام: اختلاف الشيعة بينهم. لكن هنا قد يقال أن المقصود باستدارة الفلك هنا ليس نظام النجوم والكواكب، وإنما شدة الاضطراب وتزلزل الأحوال. نقول أن ذلك ليس خاصا بالشيعة، يعني شدة الاضطراب تزلزل الأحوال ليس خاص بالشيعة، بل إن الاختلاف في العالم بين المعسكرات العالمية الكبرى وبين أهل القبلة فيما بينهم أكبر من اختلاف الشيعة، مع ذلك لم يعبر عنه باستدارة الفلك.
فلماذا يعبر عن اختلاف الشيعة بالخصوص باستدارة الفلك؟ لابد أن ثمة خصوصية، أن ثمة حد أوسط بين اختلاف الشيعة وبين الفلك، خصوصا أن باقي الروايات تتحدث عن استدارة الفلك بشكل عام وتربطه بإنكار الإمام أو التخلف عنه أو التشكيك فيه، وهذا لا يكون إلا عند من يؤمن بالإمام وهم الشيعة. فإذا اختلف الشيعة واتبعوا أهواءهم وتفرقوا عن الحق استلزم ذلك فساد الأرض، لأن الأرض قائمة على الحق وهو الإمام عليه السلام. فإذا اختلف الحق عن حقهم، اختلف أهل الحق عن حقهم، استلزم ذلك تغييرا للنظام الكوني والدخول في مرحلة جديدة من الدعوة. لذلك ورد أنه يأتي بأمر جديد، وهذا الأمر يرتبط بالبعدين، البعد التشريعي والتكويني، وهذا يدل عليه الروايات التي تتحدث عن أيام الله، يوم القيامة ويوم الرجعة ويوم القيامة. فهذه الأطوار لها خصوصيات، لها متغيرات، لها تحولات عن النظام الدنيوي القائم، لأن النظام الدنيوي القائم وصل إلى مرحلة الفساد، أي الانهيار الكامل، وهذا الانهيار مخطط له منذ بداية عصر التقانة، عصر التقنية، من قبل أدعياء الدجال. يعني قبل أكثر من 150 سنة يخططون للوصول إلى هذه النقطة، وهو ما يسمى بما بعد الحداثة أو عصر الفوضى أو عصر الموت، باعتبار أن العلم الذي اجتمعوا حوله اختلفوا فيه بغيا بينهم لتقاطع المصالح وتصادمها، وهو ما يسمونه بصدام الحضارات. العلم التقني والتكنولوجي لم يكن مؤسسا على قاعدة عقائدية وأخلاقية، لذلك ليس هو التطور المنشود للعالم، إنما اتخذه أولياء الشيطان تطورا للوصول إلى الفوضى. ونلاحظهم اليوم بكل بجاحة يتحدثون عن ضرورة الوصول إلى المليار الذهبي وضرورة امتياز النوع الاجتماعي والشذوذ، لأن الترف العلمي، الترف المالي والفسادي أوصلهم إلى هذه الفوضى كما قلنا، لأنهم اختلفوا بعدما جاءهم العلم وانحرفوا عن خط الأنبياء واتبعوا أهواءهم واتبعوا الشيطان والدجال. لذلك فإن كل التطور الذي وصلوا إليه ما هو إلا وهم لا يستند إلى أخلاق، بل يستند إلى رؤوس الأموال المأخوذة بالربا، المأخوذة بسلب حقوق الشعوب والعيش على دماء الفقراء وجيوبهم من أجل تقنية هنا أو هناك، أو مركب فاخر هنا يفسدون من خلاله في البر والبحر، أو تقنية حربية متطورة يقتلون بها الناس في حروبهم التي لا تنتهي أبدا. كلما ازداد ضغط الطبيعة، كلما ازداد ضغط الكون على الإنسان، كلما اقتربنا من استحقاقات استدارة الفلك، وهذا يشير إلى أننا ربما سنكون أمام مرحلة من اختلاف الشيعة فيما بينهم. وأنا قلت قبل حلقات أننا أمام خريف يتميز بكثرة الزلازل، ليس هذا فحسب، بأن عنصر الفيضانات يدخل على الخط، وهذا يعني اقتراب التأثيرات الكونية للمذنب بدأت من المغرب وربما ستنتهي عند الخليج. عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قام القائم فيمكث على ذلك، لأن قال فيمكث على ذلك 7 سنين مقدار كل سنة، 10 سنين من سنيكم هذه، ثم يفعل الله ما يشاء. قال: قلت له جعلت في ذلك، فكيف تطول السنون؟ قال: يأمر الله تعالى الفلك باللبوث، استدارة الفلك، يأمر الله تعالى الفلك باللبوث وقلة الحركة فتطول الأيام لذلك والسنون. قال: قلت له إنهم يقولون إن الفلك إذا تغير فسد. قال: ذلك قول الزنادقة، فأما المسلمون فلا سبيل لهم إلى ذلك، وقد شق الله القمر لنبيه صلى الله عليه وآله ورد الشمس من قبله ليوشع بن نون، وأخبر بطول يوم القيامة وأنه كألف سنة مما تعدون.
وعن الإمام الباقر عليه السلام: ويأمر الله الفلك في زمانه فيبطئ في دوره حتى يكون اليوم في أيامه كعشرة من أيامكم، والشهر كعشرة أشهر، والسنة كعشر سنين من سنيكم. وهذا يعني أن الإمام عليه السلام سيدخل في مرحلة جديدة في بعدها التكويني والكوني، بالإضافة إلى الأبعاد التشريعية التي تحدثنا وسنتحدث عنها أيضا في قضية الكتاب الجديد والأمر الجديد. إذن نحن أمام نظام كوني جديد ونظام تشريعي جديد، وهذا ما تدل عليه النصوص. النصوص تقول أن الله يأمر الفلك في زمانه فيبطأ في دوره حتى يكون اليوم في أيامك عشر من أيامكم. يعني هناك تغييرات كونية كبرى، ليست صغيرة، ليست تغييرات بسيطة. هناك اختلاف في النظام، في النظام الكوني، في نظام الأرض، في نظام النجوم، وبالتالي هناك أمور جديدة، وهناك علم جديد سيأتي به الإمام. أيضا عن الإمام الباقر عليه السلام في قوله تعالى: إن نشأ ننزل عليه من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. قلت: ومنهم؟ قال: بنو أمية وشيعتهم. قلت: وما الآية؟ قال: ركود الشمس ما بين زوال الشمس إلى وقت العصر، وخروج صدر رجل ووجه في عين الشمس يعرف بحسبه ونسبه، وذلك في زمان السفياني، وعندها يكون بواره وبوار قومه. تبدأ الأحداث الكونية بالظهور من قبل السفياني، في علامات الظهور ستبدأ المتغيرات الكونية، ستبدأ متغيرات النظام الكوني الجديد، النظام الشمسي الجديد الذي سيكون له مدخلية في الدخول إلى مرحلة جديدة من الأطوار التي وضعها الله سبحانه وتعالى لهذه العوالم. فعالم الدنيا يتبعه عالم قيام القائم عليه السلام، وهو عالم جديد بكل تجلياته وامتيازاته، ومن ثم عالم الرجع ونظام الرجع، وهو عالم آخر أيضا، ومن ثم عالم يوم القيامة. إذن نحن أمام استحقاق، أمام انتقالة جديدة كما أشارت إلى ذلك الروايات. ستبدأ عنده بروز علامات الظهور، ومن أهم هذه العلامات وظهور السفياني، خروج السفياني. فأول علامة ومر معنا أن السفياني يخرج مع بروز أو ظهور النجم، نجم ذي الآيات. ومن هذه العلامات التي يؤثر في هذا النجم هو ركود الشمس ما بين زوال الشمس إلى وقت العصر بسبب وقوف الأرض، وخروج صدر رجل ووجه في عين الشمس. هذه تأثيرات كونية في عين كونها معجزة وكرامة لأهل البيت عليهم السلام، لأن في رواية أخرى أن هذا الوجه وهذا وجه هذا الرجل وصدره إنما يشير إلى شخص بعينه. وجاء عن محمد بن الحنفية قال: أمير المؤمنين عليه السلام، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في حديث طويل: وسيكون بعدي فتنة صماء صيلم يسقط فيها كل وليجة وبطانة، وذلك عند فقدان شيعتك الخامس من السابع من ولدك، يحزن لفقده أهل الأرض والسماء، فكم من مؤمن ومؤمنة متأسف متلهف حيران عند فقده. ثم أطرق مليا ثم رفع رأسه وقال: بأبي وأمي سمي وشبيه موسى بن عمران عليه جلابيب النور تتوقد من شعاع القدس، كأني بهم آيس من كانوا. ثم نودي بنداء أن يسمع من البعد كما يسمع من القرب، يكون رحمة على المؤمنين وعذابا على المنافقين. قلت: وما ذلك النداء؟ قال: ثلاثة أصوات في رجب، أولها: ألا لعنة الله على الظالمين، والثاني: أزفت الآزفة، والثالث: ترون يدا بارزا مع قرن الشمس ينادي: ألا أن الله قد بعث فلان ابن فلان حتى ينسبه إلى علي فيه هلاك الظالمين، فعند ذلك يأتي الفرج ويشفي الله صدورهم ويذهب غيظ قلوبهم.
قلت يا رسول الله فكم يكون بعد من الأئمة؟ قال بعد الحسين 9 والتاسع قائمهم. وعن الإمام الصادق العام الذي فيه الصيحة قبله الآية في رجب، قلت وما هي؟ قال وجه يطلع في القمر وفي صيغة الشمس ويد بارزة. إذن هناك إطباق من بعض الروايات، عدة روايات تطبق على أن هناك علامات وآيات في شهر رجب تتحدث عن هذه العلامات الكونية التي هي وجه ويد وصدر يظهر في عين الشمس أو في قرن الشمس أو في عين القمر. وهذا يعني أن هذه الآيات هي بداية تحول كوني وبداية الدخول في مرحلة جديدة، هي مرحلة المعجزات، مرحلة التغييرات المتغيرات الكونية، مرحلة الآيات العظيمة والكبرى التي تدل على أهل البيت، التي تدل على الإمام المهدي، التي تدل على أحقية أهل البيت عليهم السلام، كما هي الصيحة، كما هي النداء، كما هي باقي العلامات والآيات الكبرى التي ستكون هي المميز الذي يميز بين معسكر الحق ومعسكر الباطل عند ظهور السفياني لعنة الله عليه. عن حذيفة قال سألت النبي صلى الله عليه وآله ما آية طلوع الشمس من مغربها؟ قال تطول تلك الليلة حتى تكون قمر ليلتين، فينتبه الذين كانوا يصلون فيها يعملون كما كانوا يعملون قبلها، والنجوم لا تسري قد باتت مكانها، يرقدون ثم يقومون فيصلون ثم يرقدون ثم يقومون فيصلون ثم يرقدون ثم يقومون، يتطاول عليهم الليل فيفزع الناس ولا يصبحون، فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ طلعت من مغربها، فإذا رآها الناس آمنوا ولا ينفعهم إيمانهم. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال من علامات الساعة يظهر صائح في السماء ونجم له ذنب في كل ناحية من المغرب، ويظهر كوكب في السماء من المشرق، ثم يظهر خيط أبيض في وسط السماء، وينزل من السماء عمود من نور، ثم ينخسف القمر، ثم تطلع الشمس من المغرب فيحرق حرها شجر البراري والجبال. ورد في إلزام الناس الجزء الثاني. إذن هنا ستؤثر هذه المعالم، ستؤثر هذه الأحداث، هذه المتغيرات على الأرض، تنقلب محاور الأرض بسبب اقتراب هذا النجم، نجم الآيات، واختلاف اتجاه دوران الأرض وتتوقف، وذلك سيؤثر على ما يسمى بالصفائح التكتونية لقشرة الأرض، يؤثر على الرياح ومدارات الرياح ومياه البحار ومياه المحيطات، وبالتالي تحدث هذه الزلازل، تحدث هذه الأعاصير، وتحدث هذه الفيضانات. هناك عدة روايات وحديث تتحدث عن رجفات، تتحدث عن زلازل هائلة، حرائق، غرق، فيضانات في أجزاء من الأرض تحت البحار والمحيطات، وبروز أجزاء من قاع البحار ستكون أراضي وجزر جديدة. ربما الآن نجد أن هذا الخط الزلزالي في البحر الأبيض المتوسط الذي يشمل منطقة شمال أفريقيا حتى سوريا وتركيا، هذه المناطق ربما تتعرض بسبب وجودها على هذا الخط الزلزالي الذي بدأ يتحرك منذ سنتين تقريبا، ربما سيؤدي إلى متغيرات كبيرة على هذه الأرض، على هذه المنطقة، وهذا الذي سيكون له تأثيرا على منطقة أجابية ومناطق سوريا وخسف حرست. قلنا سابقا ونقول دائما السبب في توقف دوران الأرض لثلاثة أيام، المسبب لانقلاب محاور الأرض، لتوقف الأرض، لركود الشمس، هو اقتراب نجم الآيات المذنب. فالتجاذب بين المذنبات وبين الأرض يؤثر على اتجاه دوران الأرض وتوقفها، كما يؤثر على سمك الغلاف الجوي للأرض اللي يحمينا من حراره الشمس، يحمينا من إشعاعاتها الضارة، يؤثر أيضا على الصفائح، ما يسمى بالصفائح التكتونية، وبالتالي سيؤثر على العواصف والرياح والفيضانات والزلازل وغيرها. هذا نص أيضا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام من مستخرجات الجفر، وإن كان هذا منسوب إلى أمير المؤمنين عليه السلام لكنه واضح أنه من المستخرجات التي عثر عليها مؤخرا في ضمن مخطوطات معينة.
يقول عليه السلام، نأخذ محل الشاهد، يزلزل الله له الأرض زلزالا عظيما، يتحدث عن الإمام عليه السلام، يزلزل الله له الأرض زلزالا عظيما ويقذف باطنها نارا وترمي السماء شهبا وجبالا ونحاسا وحديدا، ويل يومئذ للمكذبين بالجانب الغربي من مشرق الإسلام، يرى أهل المغرب هولا، لاحظ يرى أهل المغرب هولا، وتسمع الأنس والجن قرقعة وصداما، تهتز له الدوائر وتنحرف المحاور، إلى آخر النص. المهم أن هذه النصوص واضحة الانطباق على بعض الوقائع التي تحدث هنا وهناك، وهذا يعني مع وجود هذه الوقائع، مع وجود هذه الأحداث ومقاربتها مع هذا النص، مع النصوص، ونجد أن هناك مقاربة قوية بين الأحداث الواقعية وبين النصوص، سواء كانت هذه الأحداث أحداثا كونية، أحداثا مناخية، أو كانت أحداثا حربية، أحداث بشرية، تقلبات في الأحوال، زلازل واختلافات بين الناس، اختلاف الشيعة واختلاف أهل القبلة، حروب وبؤر متوترة وبؤر حربية وتحركات عسكرية في كل مناطق العالم، كل ذلك يؤشر بشكل واضح إلى أننا نتقارب مع هذه النصوص إلى حد بعيد. يقول النبي صلى الله عليه وآله: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض. إذن من خلال هذه النصوص نعرف كيف نقارب بين هذه الأحداث وهذه الوقائع وبين علامات الظهور، وسنتحدث عن علامات أخرى ترتبط بالزلازل، ترتبط بالفيضانات، ترتبط بالأحداث والحروب، وترتبط بكثير من الروايات التي لها مدخلية بهذه الأمور، سنتحدث عنها وعن الحروب وعن مصير الناس، خصوصا فيما يرتبط بالمغتربين، سنتحدث عن ذلك إن شاء الله، ونوجه بعض الرسائل إلى بعض إخوتنا في ديار الغربة في حلقة قادمة إن شاء الله. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، ونقوله كما نقول في كل مرة، ندعو الله: اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.